السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة أسبير 2024، الامتحان رقم 20. During our stay abroad، خلال إقامتنا في الخارج، we had our bad times، احنا قضينا وقت سيء، but not we were fairly happy. عايز يقول لكن في العموم، في العموم احنا قضينا وقت ايه، كانت كنا سعداء. يعني كلمة في العموم يعني in general أو on the whole. طب in average في المتوسط، و in balance بتزان، و in display في معروضة، معروضة في فاترينا. يعني if you get late again، لو انت جيت متأخر تاني tonight، انا ايه for you so we are clear، عشان نبقى واضحين. لو انت جيت متأخر تاني يا باشا انا مش هكون منتظرك. ليه يا باشا؟ عشان نبقى واضحين، عشان انا مش فاضي. يبقى اذا هو هنا بيتكلم على حاجة في الاستمرار، والاستمرار ده في المستقبل. ليه في المستقبل؟ لان هو قايل بعد if get مضارع، يبقى want be waiting، مش هكون منتظرك. رقم 3، it is right that parents، من صحيح ان الاباء not responsibility for their children attendance at school. يتولوا مسؤولية. عايز كلمة يتولى مسؤولية، بيقول لك من الصحيح ان الاباء يتولى مسؤولية حضور اطفالهم في المدارس. يتولى مسؤولية يعني take responsibility، يبقى responsibility بتاخد قبلها take. you don't seem very not، انت لا تبدو ايه، سيم بيجي بعدها الصفة، enthusiastic متحمس، دي الصفة، وقبلها very ظرف. طيب ليه ما خدتش كين؟ ما كان عايزة تو، وenthusiastic عايزة اباوت، وده اباوت. طب enthusiasm ده التحمس نفسه، وده الاسم، واللي في رقم ايه الحال، enthusiastically الحال. it was not day ذات، طالما قلت ذات يبقى انا عايز سو او ماتش، سو او ذات او ساتش. طالما قلت ذات يبقى انا عايز سو او ساتش، يبقى فيري تطلع بره وتو تطلع بره من غير كلام. طيب لو جبت ساتش اجيب اداه النكره وبعدين الصفه وبعدين الاسم المفرد، ولو جبت سو اجيب الصفة وبعدين اداة النكرة وبعدين الاسم المفرد. هنا سو والصفة، طب فين يا حبيبي بقى اداة النكرة بتاعت دي؟ عشان دي ده مفرد، اللي هي الايه يعني، مش موجودة، يبقى سو ما تنفعش. طب ساتش ا نايس دي، ساتش وبعدين اداة النكرة وبعدين الصفة وبعدين الاسم، يبقى صح. وممكن ساتش تيجي من غير لو كانت دي يعني لو بدلها اسم جمع او اسم لا يعد. هاو ماني سيتيز، كم عدد المدن، نوت باي ذا تايم يو ريتايرد. باي ذا تايم دي معناها بفور، يعني قبل، وريتاير مضارع، يبقى انا عايز مستقبل، يبقى انا عايز ايه مستقبل، يبقى الماضي لا، الماضي لا. وده سؤال، ما ينفعش اجيب الفاعل قبل وبعدين الفعل المساعد، لا ده لازم اجيب المساعد الاول وبعدين الفاعل، يبقى will you have visited. رقم 7، your not is the first and the main language، هي اللغة الاصلية بتاعتك، يبقى دي اللغة الام، mother tongue. هيرتج اللي هو التراث، انسيستر اللي هو الاجداد، بلاك اي كدمه في العين، ماي دوتر بنتي توتالي ريفيوزز، ترفض اوفرز اوف فاينانشال هيلب، اي عروض ماليه، ترفض اي عروض ماليه. المعنى الجملة كده ايه، هو عايز ايه؟ عايز اي يعني اني. ماتش ما بتجيش قبل اسم الجمع، افري بيجي بعدها اسم مفرد،
نان عايزة اوف وبعدين اسم جمع وفعل مفرد. ذا سيف اللص بروك اوت اوف. بروك اوت اوف يعني هرب من، هرب من السجن بريزون، which mean وده معنى ايه he was able to escape يهرب. prove his innocence بيثبت براءته. stay there يجلس هناك لفترة طويلة. ولا attack the other thieves يهاجم اللصوص الاخرين. رقم 10 remember to تذكر ان انت ايه، تذكر ان انت ايه upon your mistake from time to time. يعني بيقول له تذكر ان انت ترجع في الورا كده وتفكر في اخطائك من وقت لاخر. but never regret them، لكن ما تندمش. يرجع للوراء يبقى look back، ينظر للوراء يبقى look back. look after يعتني بيه، look for يبحث عن، look up يطلع إلي. no it wasn't me، لا مش انا. I didn't steal it، انا لم استولى عليها. he denied، denied بتاخد معناها بعدها الفعل ing في المعلوم، يبقى الفعل ing stealing. طب وفي المجهول being والتصريف التالت. he knows that his father could speak six language fluently، بطلاقة. يبقى هو بيتباهى بيتفاخر يبقى بوستد. طيب بوستد في رقم بي يعني يعمل منشور على النت. كلمة بوست اللي في رقم سي دي معناها ايه بقى؟ معناها يزود. عندك بقى باوتد اللي هي معناها يكشر بالشفة شفايفه. اوه سوري اي didn't not to hurt your feeling، انا ما كانش قصدي ان انا ايه اذي مشاعرك. طب يقصد يعني ايه؟ يبقى مين سينك يعتقد، سبوز يفترض، سيم يبدو. which of the following sentences is punctuated correctly، الترقيم بتاعها صح. she has spent، في ناس سألتني كتير قالت لي الابوستروف بتاعت هاز والابوستروف بتاعت وود اترجمها ازاي؟ الابوستروف اس والابوستروف دي. الابوستروف اس لو جيب عليها تصريف تالت تبقى هاز لو هي معلوم، وتبقى از لو هي مجهول، بس يجي بعدها ايه؟ بين. طيب لو هي في الازمنه التامه، وفي الأزمنة المضارع العادي يبقى إز والتصريف التالت. طيب لو هي في وود بقى، لو هي مثلا أبوستروف دي يا إما وود يا إما هاد. وود لو جايب عليها مصدر، وهاد لو جايب عليها تصريف تالت. المهم موضوعنا بقى she has spent a 3-day holiday. طيب أنت عندك كلمة holiday ده اسم مفرد وقبليه صفة مركبة، يبقى الصفة يبقى قبل الصفة المركبة دي في ا، وبين الصفة المركبة دي يكون في هايفن، وكلمات الصفة المركبة ما يكونش فيها اس خالص. يبقى هنا في اس ما تنفعش، ابصرف اس ما لناش دعوة بيها ما ينفعش، ومفروض يكون في هايفن بين 3 وداي. يقول اسري وبعدين هايفن داي هوليداي. طب برضه في رقم بي ما فيش الا هايفن، هايفن يعني الشرطة. طب a 3-day holiday هي دي رقم سي. جايب الاي وجايب كلمة 3 وش الهايفن وداي وكل ده جايبه، وجايب بعد كده الاسم المفرد كده صح. طب في رقم دي a 3 والهايفن بس جايب دايز، لا هي دي بس من غير ابوستروف بعدها. وبكده نكون خلصنا امتحان رقم 20، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.